قبل العربية اللي جاية دي شوف رخصها. يلا يلا رخصك. باش مهندس رخص. رخصة؟ أنا ما معيش رخص يا باشا. في واحد ما معهوش رخصة يا باشا. يا نهار اسود، معهوش رخص؟ أنت يا ابني أنت. نعم يا باشا. معكش رخص ليه؟ ما هو مش أنا اللي سايق يا باشا. وافرض اللي جنبك ده جرى له حاجة، مش أنت اللي هتسوق؟ ما أنا ما بعرفش أسوق يا باشا. كمان يعني لا معاك رخص ولا بتعرف تسوق، ده أنت وقعتك سودة. يا نهار اسود، أنا أصل سواق يا باشا. طب إيه العمل يا باشا؟ ولا حاجة، عايزين منك 35 جنيه وصورتين وشهادة بطنة ونظر. والامتحان امتى؟ لا ما هو مفيش امتحان غير لما تطلع رخص. اه صحيح. يعني ايه يا باشا؟ يعني هنحتاج منك كمان 35 جنيه وصورتين وتيجي بكره الصبح بدري، انت فاهم؟ بصراحه انا مش فاهم حاجه في اللاتين دي بقى يا باشا. انا ما معيش صور. مش مهم، احنا حفظنا شكلك. طب ممكن 10 جنيه كده؟ يلا يلا. هات لي الواد بتاع الدليفري اللي جاي هناك ده بسرعه. على فين يا وحش؟ يا باشا انا رخص سليمه ولابس الخوذه وكله تمام. انت مش رابط الحزام ليه؟ قول لي يا ابني انت، الصندوق ده فيه ايه؟ فيه اكل يا باشا. والاوردرات اهي. ورينا الاوردرات دي. راجع معايا الاوردرات دي بسرعه. حاضر يا باشا. اتنين موزة. اتنين موزة. اتنين حمام مشوي. اتنين حمام مشوي. اتنين حمام محشي. اتنين حمام محشي. اتنين حمام زاجل. مفيش حمام زاجل؟ اكيد سبعه. امسك امسك. هات دول. اتنين حمام مشوي، يبقى الحساب 66 جنيه ونص. ايوه باشا ما انا عارف. طب ما تدفع ولا هتاكل سفلقه. انا مش فاهم حاجه يا سعاده الباشا. مش فاهم حاجه ايه؟ 66 ونص محتاجه اشهر. هتبلط الجد ولا ايه؟ لا مؤاخذه يا باشا. اتفضل يا باشا. دول 70 جنيه يا باشا. اكتب له وصل بثلاثة ونص. قالوا يا راجل. يا باشا ده تبس. احنا برضه الناس بنلفها في الوصول. يلا يلا. بون ابيتي. انزل يا فؤاد شوف في ايه. الظاهر دي لجنه يا باشا. ما انا عارف انها لجنه. انزل قول لهم ان انا مستعجل. حاضر. لو سمحت يا سياده الامين، نسيم باشا الرشيدي في العربيه ومستعجل، لو بس ممكن تديله طريق. يعني ايه نديله طريق؟ زيه زي بقيه الخلق. بس يا امين انت لما اكون انا موجود انت ما تتكلمش خالص. احنا اسفين، قول للباشا يعدي. شكرا يا باشا. القانون قانون. خلاص يا عم المحامي، القانون قانون ايه؟ بيقول لك باشا يعني ممكن يطلع لوا. اترمي على جنب هنا، مش عايز اسمع صوتك. يلا عدي عدي سكه بسرعه. عدي عدي يا اخويا عدي. باشا ممكن بس كارت من سيادتك؟ انزل هات لي الولدين دول بسرعه. ولدين مين يا باشا؟ اللي عاملين نفسهم امين وصابت. انزل اتحرك. جعفر يلا جعفر اجري. ايه يا باشا؟ باشا انت صدقت عبد المجنون في العربيه؟ عبد المجنون مين؟ بعدين هشرح لك. يلا قول لهم قوم عليهم بخلتك. يلا. طب ازاي بس يا باشا؟ اجري بسرعه الحيوان ما تعرضنيش. الحقوهم اجري. اجروا ادوهم بسرعه. كل مين حضرتك؟ صدر مين يا غبطول؟ دول حكومة يا باشا. سيادتك انتوا سمعتوا الحرامية. طب اجروا انتوا الناحية الثانية. محدش فاهم حاجة خالص خالص.
مش واقف مكانك. انتوا هتقعدوا تتفرجوا علينا ولا ايه؟ امسكوا الناس دول عيب كده عيب كده. انتوا جايين لحد ما نجيب بقى القوه يا ناس، هم اللي نصابين مش احنا. هنا من زمان عمره ما حيانا. يلا بينا يا عم نقلع الكلام ده. يلا اخصمك. لسه صاحي لسه صاحي اسيبك. اسيبك لا. ازيك يا صايع يا ضايع انت وهو يا ست ولجا؟ عيب كده، ما انت كنت عامله فيها ننسى عجرم من شويه. ايه ده؟ وايه اللي انتوا لابسينه ده؟ كل سنه وحضرتك طيبه يا ست ولجا. النهارده عيد الشرطه. عيد الشرطه؟ امال في العيد الكبير هتلبسوا ايه؟ خرفان. يخرب بيت عسلك، ده انت فظيعه. وبعدين يا ست اولجا، في كلبين قصر النيل اللي انت طلقاهم علينا دول، ما تحبسيهم احسن. او تسميهم. اسمهم سم كده؟ ده ريكو ودي فيك، دول حبايبي. اختي عليها. طب يلا بقى خدي حبايبك وخشي نامي. عيب كده يا ست. عيب. صدقوا بقى انا مش جاي لي نوم. ما تيجوا كده تضربوا معايا عسلين محجر فوق السطور. عسلين محجر يا ست طيبه. بس اطلعي وانا هحصلك على طول. يلا اطلعي بقى عسلين محجر. ما تحجروش معايا. يلا يا حبايبي. يلا يا خربت يا معلم. تعبان يا عم وحيده بقى ما خلفتش. بص محجر. ما يا جعفر يا ابن النصابة، عبده مجنون. عمل ايه ده عشان يبقى باشا؟ اكيد اشترى جاكيت جلد. لا اكيد خد شقه قانون جديد. عموما هيبان. وبعدين سيبك منه وقوم رايح جسمك شويه. الموضوع مش هزار يا جعفر، الراجل ده واصل ومش هيسيبنا في حالنا. احنا بس اللي عارفين اصله وفصله. ابو خريج سجون وهو اصلاحيه. ما انا بعت له الورق. طول ما الورق ده معانا احنا في امان. بقول لك ايه، احنا من بكره لازم نخبيه. وهنخبيه ازاي نسيم ده؟ واحنا هنخبي نسيم نهبي بيه ايه؟ هنخبي الورق. ما تفوق يا جعفر وبطل البنجو اللي بتضربه ده. تليفوني ده. يا سونس. يا حبيبتي. وانت كمان وحشاني والله. قول لها تيجي. ثانيه واحده. بقول لك ايه، انا اعصابي تعبانه وماليش مزاج. انا ليا مزاج واعصابي حديد. يا عم انت مالك انت تيجي؟ ما تجيش انت مالك. اي حاجه اضطر القعده يا حوده. وانا بكلم مروحه اضطر القعده. معلش عشان البتاع ده بيطلب حاجات غريبه. طب خلاص. يا سونس بقول لك، ما تعدي عليا بعد ساعه كده. خليها تجيب معاها عشاء. ثانيه واحده، عايز ايه؟ عشاء. هاتي معاك عشاء يا حبيبتي. سمك. ما خد كلمها. طيب انت معلش يا حوده، اصل البتاع ده بيطلب حاجات غريبه قوي. معلش. معلش يا سونسون، هاتي معاكي سمك وانت جاي. يلا حبيبتي انا في انتظارك. سلام. بص بقى يا معلم، جو خرم الباب وتبص علينا واحنا جوه في الاوضه، ده مش هينفع معايا خالص. وهو انا هبص عليك انت؟ انا هبص عليها هي. يا سلام يا ابني، دي صاحبتي انا. احنا الاثنين واحد يا حوده. لا في دي اتنين يا معلم. يخص عليك يا حوده، تهون عليك العشره والصحوبيه والمرمطه واسكندريه. خلاص خلاص يا شكري، اخليها تجيب معاها واحده. طيب. لا حرام. حرام؟ يعني بصك من خرم الباب علينا ده حلال، واللي احنا بنعمله ده حلال؟ وانا بقول لك نتوب يا حوده وانت مش عايز. خلاص توب انت لوحدك، وروح اشتغل فرد امن ب 200 جنيه، ولا اقول لك اشتغل في الطاقه الذريه. تريق تريق، بس اي حاجه حلال احسن. الكلام ده لما تيجي تذبح. لكن انا عايز اقول لك على حاجه بقى، احنا فنانين مبدعين من نوع جديد. ازاي؟ لا هشرح لك بعدين. المهم اخليها تجيب معاها واحده. تجيب طبعا. طب ما كان من بدري. برافو، تستاهلوا فعلا انكم تشتغلوا معايا. ايه اللي في وشك ده؟ هجمة مرتدة صح؟ ولا مكياج؟ قولي مكياج ريحني. لا ده بجد يا باشا. اخرس. اسمع يا نسيم باشا. ما تقوليش يا باشا. طب اسمع يا نسيم. ما تنطقش ولا كلمة. العيال دول عايزكم تجيبولي كل المعلومات عنهم. ساكنين فين؟ بيعملوا ايه؟ لهم سوابق في إدارة النصب ولا لا؟ مفهوم؟ برافو يا باشا، بس شوية بيانات صغيرين عنهم كده. يعني ايه؟ يعني ساكنين فين؟ بيعملوا ايه؟ ليهم سوابق في إدارة النصب ولا لا؟ حمار. بره. حاضر يا باشا. بره بره. برافو يا باشا. بره حيوان. في ايه يا لولا؟ موظف الشهر العقاري جه يا باشا. دخلولي على جوه. الورق جاهز؟ جاهز ومتسجل قانوني باسم سيادتك يا باشا، يعني حته الارض دي دلوقتي بتاعه سياسه. طب خدي ده واطلبي لي مدير البنك وانت عدي على الحسابات. الله يبارك لك يا باشا. محدش هيولع في الكلاب دي ولا ايه؟ كلاب ايه بس؟ سيبك منها، خلينا في الموزز اللي جايه.